الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا فيما مضى حول حقوق الأولاد على الوالدين، وقلنا إن الحق الأول الذي ورد في الأحاديث هو اختيار الأم، يعني أن يختار الرجل الأم التي تلد له أبناءه وبناته. أما الحق الثاني فهو أن يختار له اسما حسنا. في مفتتح هذا الحديث نشير إلى هذه النقطة، وهذه النقطة هي أننا نجد في أسماء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تأكيدا وتركيزا وحثا على الاسم المبارك للنبي محمد. هذا الاسم المبارك يتكرر عدة مرات في أسماء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المعصوم الأول هو الشخص خاتم الأنبياء محمد، والمعصوم الثاني الذي يحمل هذا الاسم المبارك هو الإمام الخامس، الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. اسمه محمد، ولقبه الباقر، محمد الباقر. المعصوم الثالث الذي يحمل هذا الاسم المبارك هو الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. اسمه المبارك محمد، ولقبه الجواد. والمعصوم الرابع الذي يحمل هذا الاسم المبارك هو من نعيش الآن بيمنه وبركته وظله، بيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. وهو الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء أربعة من المعصومين يحملون هذا الاسم المبارك. هنالك تركيز أيضا في أسماء المعصومين على اسم آخر، وهذا الاسم الآخر هو اسم مولى المتقين وسيد الموحدين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
الملفت للنظر أن هذا الاسم المبارك يتكرر في أسماء المعصومين بنفس المقدار الذي يتكرر فيه اسم رسول الله. المعصوم الأول الذي يحمل هذا الاسم المبارك هو الشخص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المعصوم الثاني الذي يحمل هذا الاسم المبارك الإمام الرابع وهو الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، اسمه علي ولقبه السجاد. المعصوم الثالث الذي يحمل هذا الاسم المبارك هو الإمام الثامن الإمام الرضا صلوات الله عليه، اسمه علي ولقبه الرضا. المعصوم الرابع الذي يحمل هذا الاسم المبارك هو الإمام العاشر الإمام الهادي صلوات الله عليه، اسمه علي ولقبه الهادي. فالاسم المبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله يتكرر في أسماء المعصومين 4 مرات، والاسم المبارك لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يتكرر في أسماء المعصومين 4 مرات، ولا عجب في ذلك، لا غرو في ذلك، لا يتعجب من ذلك، لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه نفس رسول الله، نفس رسول الله، نور واحد في بدنين، حقيقة واحدة في جسدين، أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. في آية المباهلة قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، يعني علي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله في كل شؤونه إلا في شأن واحد وهو شأن النبوة. النبي نبي وعلي إمام صلوات الله وسلامه عليهما. في أولاد الأئمة صلوات الله عليهم، هذا نقوله لكي نقتدي بهم ونتعلم منهم، في أولاد الأئمة أيضا هنالك تركيز على هذين الاسمين المباركين، اسم محمد واسم علي. لاحظوا هذه الرواية، هذه الرواية المروية في الكافي تقول إن معاوية استعمل مروان بن الحكم على المدينة، يعني معاوية، وهذا اللفظ كما في اللغة نقرأ في زيارة الجامعة فما أحلى أسماءكم. لاحظوا أسماء هذه الصفوة كلها أسماء طيبة، وأسماء أعدائهم أسماء خبيثة. شنو معنى معاوية؟ راجعوا كتب اللغة حتى ترون ما هو معنى معاوية. راجعوا كتب اللغة. مروان كان والي
من قبل معاوية على المدينة. في يوم من الأيام رأى علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قبل واقعة كربلاء يظهر أنه رأى الإمام السجاد صلوات الله عليه في هذه الرواية، فقال: ما اسمك؟ فقلت: علي بن الحسين الإمام السجاد. فقال، يعني مروان: ما اسم أخيك؟ فقلت: علي، علي وعلي في بيت واحد، علي الأكبر وعلي الأصغر في بيت واحد. فقال: علي وعلي، ما يريد أبوك أن يدع أحدا من ولده إلا سماه عليا. ليش هذا التأكيد على كلمة علي؟ فرجعت إلى أبي الإمام الحسين صلوات الله عليه فأخبرته، فقال في ضمن كلامه: لو ولد لي 100 ولد لأحببت أن لا أسمي أحدا منهم إلا عليا. هذا هو التأكيد الذي نجده في الأسماء الطيبة للمعصومين وفي أسماء أولادهم على هذين اللفظين المباركين. هذه ملاحظة تتعلق بالبحث الماضي. الحق الثاني من حقوق الأولاد على آبائهم وأمهاتهم أن يختاروا لهم اسما من الأسماء الطيبة. الملاحظة الثانية: كانت من سيرة النبي صلى الله عليه وآله، الآن واحد أبوه وأمه لم يلاحظوا هذا الشيء، ما راعوا هذا الحق ووضعوا له اسما من الأسماء غير الطيبة، وهي كثيرة ولا أذكرها، إذا تحبون راجعوا الكتب الفقهية، إذا تحبون راجعوا الوسائل، إذا تحبون راجعوا المستدرك، إذا تحبون راجعوا البحار في الأسماء الخبيثة اللي هي متداولة عندنا، متداولة حتى في بيوت المؤمنين، مذكورة واحدا واحدا. إذا واحد سمي باسم من هذه الأسماء التي يبغضها الله ويبغضها النبي ويبغضها الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، يغير تغيير، ما في إشكال، ماكو محذور في ذلك. الآن كثير من العلماء غيروا أسماء، كثير من الخطباء غيروا أسماء. التغيير في الاسم يمكن واحد يعاني في البداية، المجتمع ما يتقبل، ولكن يفرضه كأمر واقع. إذا أصررت على ذلك وتابعت ذلك ووقفت دون ذلك تفرض الأمر الواقع. بمرور الأيام الاسم القديم ينسى والاسم الجديد يثبت، هذا ما في إشكال، هذا أمر ممكن، هذا أمر واقع. كثير من العلماء كما قلت، كثير من الخطباء المشهورين غيروا أسماءهم إلى أسماء أفضل. عندنا شيء آخر وهو الكنية، عندنا كنى غير طيبة، عندنا كنى خبيثة
الكنية كما يقول النحاة يعني ما صدر بالأب وما صدر بالابن، هذا يقال له الكنية. كثير من الكنى الخبيثة واحد يغيرها، أبو فلان يغير هذه الكنية إلى كنية طيبة، ما في إشكال في ذلك. النبي صلى الله عليه وآله كان يغير. هنالك شيء ثالث وهو اللقب. اللقب يعني ما أشعر بمدح أو ما أشعر بذم، واحد يغير، يغير الاسم، يغير الكنية، يغير اللقب. هذا الاسم شفيع له يوم القيامة، هذا الاسم يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الاسم ربما يكون سببا لدخوله الجنة، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أنه ببركة الاسم المبارك للنبي صلى الله عليه وآله. ورد في الحديث إن الله تعالى يدخل بعض الناس الجنة ببركة هذا الاسم المبارك. ويدخل بعض المؤمنات الجنة ببركة اسم فاطمة. فواحد يغير، يغير الاسم، يغير الكنية، ويغير اللقب. نقرأ هذا الحديث أيضا، يقول الراوي: دخلت على أبي عبد الله، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه، وهو واقف على أبي الحسن موسى، وهو في المهد يساره طويلا. الإمام الكاظم في المهد، لكن هؤلاء الصفوة ما عندهم كبار وصغار، ماكو هنالك مفهوم الكبر والصغر في هذه الصفوة. في القرآن الكريم: ويكلم الناس في المهد. عيسى كان يكلم، قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. إذا عيسى يتكلم، إذا عيسى يدرك ويشعر وهو في المهد، فما المانع أن الإمام الكاظم وهو حجة الله يتكلم في المهد أو يفهم وهو في المهد؟ الإمام الصادق صلوات الله عليه كان يساره، يعني يسر في أذنه شيئا. فجلست حتى فرغ وقمت إليه، يعني إلى الإمام الصادق، فقال صلوات الله عليه: أدن من مولاك، يعني منه، يعني الإمام الكاظم. فدنوت منه وهو في المهد وهو طفل، فسلمت، فرد علي بكلام فصيح، ثم قال لي: اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس. أنت البارحة سميت بنتك باسم، روح غير هذا الاسم، فإنه اسم يبغضه الله، الله لا يحب هذا الاسم. راجعوا الكافي لتجدوا ذلك الاسم الذي يبغضه الله. فقال أبو عبد الله، يعني الإمام الصادق: انتهي إلى أمره ترشد، يعني اسمع كلام الإمام الكاظم، روح إلى البيت وغير هذا الاسم الذي سميته لبنتك. فغيرت اسمها، سمعت كلام الإمام الكاظم الذي أكده الإمام الصادق صلوات الله عليه. فواحد يغير الاسم الخبيث والكنية الخبيثة واللقب الخبيث، يحتاج إلى شجاعة. واحد شوية يجب أن يكون شجاعا، يجب أن يكون مقداما، يجب أن يكون بطلا، أن لا يكون ضعيفا نفسيا، أن لا يكون واهي الإرادة،
أن لا يكون يخاف من كلمة أو انتقاد أو إشكال، خليه يستشكر. ما كانوا يستشكرون على أنبياء الله، ما كانوا يستشكرون على أولياء الله، هاي خالف كلمة وكلمتان وتنتهي تتحمل. أما هذا اللقب يبقى فيك وفي ابنك وأبناء أبنائك وأحفادك وأحفاد أحفادك إلى 200 عام، شنو الداعي إلى ذلك؟ اسم خبيث، لقب خبيث، كنية خبيثة، شنو الداعي إلى ذلك؟ إذا الأب أو الجد كانت له هذه الشجاعة أو وافته الظروف، لعله كان الظروف مو ملائمة، انتهى هذا، تغير. الآن الأب ما كانت له هاي الشجاعة، الجد ما كانت له هذه الشجاعة، لتكن لك هذه الشجاعة حتى يرتاح أبناؤك ويرتاح أحفادك. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، هل ما قلناه يجري أيضا في الأسماء الحيادية أو لا؟ أكو أسماء حيادية لا هي طيبة ولا هي خبيثة، لا هي من أسماء الصفوة الطيبة ولا هي من أسماء الزمرة الخبيثة، لا هو اسم علي صلوات الله عليه ولا هو اسم معاوية، لا اسم حيادي. هل هذا الحكم يجري في ذلك أيضا؟ الجواب نعم. حتى إذا واحد إلى اسم الأسماء الحيادية ولا أمثل بذلك يغير، التغيير أفضل، لأنه هذا الاسم الحيادي لا خير فيه، لا فائدة فيه، لا منفعة فيه، ما في المنافع النفسية التي ذكرناها، ما في المنافع الاجتماعية التي ذكرناها، ما في المنافع الأخروية التي ذكرناها. طبعا العقل يحكم بأنه اعدل مما لا منفعة فيه إلى ما فيه المنفعة، العقل يحكم بذلك أو لا؟ جلب المنفعة يحكم به العقل أو لا يحكم؟ نعم. وهذا حكم عقلي وأفتى به الفقهاء أيضا، يعني هذا حكم عقلي وحكم شرعي أيضا. الحق الأول اختيار الأم، يعني أم الطفل. الحق الثاني أن يختار له اسما حسنا، وفي هذه الروايات إشعار بالمطلب، مو ألا يختار له اسما خبيثا. مدققين؟ إذا كانت الرواية تقول ألا يختار له اسما خبيثا، الأسماء الحيادية ما كانت حق، ولكن تقول أن يختار له اسما حسنا، يعني أن لا يسميه لا باسم خبيث ولا باسم حيادي. إن شاء الله مدققين. من وضع لابنه اسما حياديا اختار له اسما حسنا؟ لا، إذن لم يؤدي هذا الحق. هذا الحق الثاني، أن يختار له اسما حسنا. الحق الثالث المذكور في كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة، ويعلمه القرآن، يعلمه القرآن تعليم، يعلم بنفسه، أو يضعه عند أستاذ يعلمه القرآن. توفير الأجواء القرآنية في البيت
حتى إذا واحد يأخذ شريط في البيت، شريط القرآن، أن تكون كلمات القرآن في البيت. جيد، هذا الطفل من الآن يتعلم على كلام الله، من الآن يحفظ كلام الله. تحفيظ، تحفيظ الأطفال، تعليمهم، تعليمهم معاني الآيات، تعليمهم التجويد، تعليمهم الترتيل، هذا أيضا من الحقوق. في بلد من البلاد كان الموالون متهمون بأنهم لا يهتمون بكتاب الله. طبعا هذه تهمة باطلة مثل بقية التهم اللي يتهمونها. الموالون يهتمون بكتاب الله، يقرؤون كتاب الله، يحفظون كتاب الله. راجعوا تفاسير الموالين لأهل البيت صلوات الله عليهم، عندنا مئات التفاسير من علماء الشيعة للقرآن الكريم، ولكن مع الأسف البعض ما لهم همة، أغلب هذه التفاسير مخطوطة في المكتبات موجودة لم تطبع. الآخرين بعضهم كانت له همة فطبعوا تفاسيرهم، وإحنا ما طبعنا تفاسيرنا، هذا الفرق. على كل حال كانوا المخالفين يتهمون الموالين، يتهمون الشيعة بأنهم لا يهتمون بكتاب الله، وقالوا إن الله سلب منهم التوفيق، ما عندهم توفيق، ولذلك في ذلك البلد لا تجدون واحد منهم حافظ لكتاب الله، ولا واحد منهم، لا يحفظون كتاب الله، لا يحفظون القرآن. هذا دليل على أن الله سلب منهم التوفيق. الآباء اهتموا، وإحنا لازم نهتم أيضا بهذه النقطة. قالوا دفعا لهذه التهمة يجب أن نحفظ أبناءنا كتاب الله من أول إلى آخر. 200 واحد من أطفالهم الصغار أو 100 واحد في ذلك البلد أخذوا يحفظونهم القرآن الكريم من أول إلى آخر. في سنة واحدة حفظ هؤلاء 100 أو 200 كل القرآن الكريم من أول إلى آخر. وفي يوم معلوم أعلنوا واجتمع الناس في ساحة عامة وبدأ هؤلاء الأطفال يقرؤون القرآن من أوله إلى آخره عن ظهر القلب، من أول إلى آخر، من أول الصبح إلى الليل باستثناء فترة الصلاة طبعا. 100 طفل أو 200 طفل يحفظون القرآن. بعد هذه القضية، هذه التهمة ارتفعت في ذلك البلد عن الموالي أن الله لا يوفقهم لحفظ القرآن. وإذا الآن ترحون إلى ذلك البلد تشوفون كلمة حافظ تتكرر في ذلك البلد، مثلا اسمه علي، مثلا يقول حافظ علي. حافظ يعني شنو؟ هؤلاء هم نتاج تلك الجهود التي بذلها الآباء قبل 40 عام 50 عام 60 عام ما أدري بالضبط. هؤلاء نتاج تلك الجهود. واحد يعلم أولاده وإن كانوا صغارا يعلمهم القرآن، يحفظهم القرآن، يشوقهم لتعلم القرآن. حتى إحنا الكبار واحد يحاول بمقدار الإمكان أن يحفظ القرآن الكريم. القرآن الكريم يوم القيامة
الإنسان في صحراء المحشر الشكل في بال الحديث، وإن كنت بعيد العهد، لعل الحديث قريب من هذه المضامين. الإنسان في صحراء المحشر وهو وجل وهو خائف وهو مضطرب، يشوف بجانبه شاب جميل ذو هيئة حسنة، فيقول له: من أنت؟ يقول: أنا القرآن. القرآن يأتي هنالك وينقذ الإنسان من أخطار يوم القيامة. الحق الأول أن يختار أمه، الحق الثاني أن يحسن اسمه، والحق الثالث الذي ورد في كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ويعلمه القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.